يتزايد أو يتراوح بين 1300 شخص، وهو أمر غير عادي بالمرة، لأنه ما هنا يحوي مدينة بكل، وهناك دول أخرى على غرار فرنسا وغير ذلك قد تم الإجلاء منها بطريقة جد عادية. إلا أن العالقين في تركيا تعرضوا لعديد التجاوزات التي توصف باللا إنسانية. لماذا؟ لماذا؟ لماذا كل هذا التعطيل؟ لماذا ثلاث طائرات لدولة عظمى كالجزائر؟ دولة عظمى كالجزائر ما تقدر تبعث لنا ثلاث طائرات؟ ما تقدر تبعث لنا ثلاث طائرات؟ حبطونا لبلادنا يا مسؤولين، ولا راكم تسمعوا فينا؟ لوجه الله، لوجه الله، رانا نناشد هذه الحكومة الجديدة. قال لك ابن من أبناء الجزائر ما نخليه أوتسايد، على خارج حدود الجزائر. احنا نحن نعاني في صمت. تقول لي ديك الفنادق خمس نجوم أو عشر نجوم، جنة الفردوس ما تقنعنيش لو كان ما نكونش في قدام أهلي وقدام أعزائي وقدام أهلي في مصر. مسؤولين على هذه الأزمة. نحن نطالب رئيس الجمهورية بتقرنا تعذبنا بزاف وحبسونا من ليزوتيل. حنا ما يهمنا ني الأوتيل ني دراهم ني ماكلة ني زول. حنايا ابعث لنا طيارات. أنا كاع رانا بكوارطنا، كاع رانا بالفيزا، رانا بكلش. ابعث لنا طيارات ودينا لبلادنا. الرئيس هو ولدك عاد قبل شهر وراها مريض وراني باغي نديه نفوت هنا كلشي بالدراهم. أنا خاصني نروح نديه لبلادها باش نطهره باش نديه عند جدة وجداتها يشوفوا شقدنا نقعدوا هنايا هنايا ما عنده لا حليب لا زيت. رانا عايشين، رانا بلي باسبور تاعنا، رانا مرضى، رانا بلي باسبور، رانا مخلص بيه.